مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البلاد اليوم، طبعا التي نواكب فيها الحدث اليوم. إذن عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير المالية في حكومة عبد العزيز جراد، طبعا الحكومة المستقيلة، عينه وزيرا أولا وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني قصد تشكيل الحكومة في أقرب الآجال. وحدد الرئيس موعد الأسبوع المقبل لأن يكون هو أجل تحديد وتشكيل هذه الحكومة. طبعا الوزير الأول الجديد أيمن بن عبد الرحمن هو من مواليد 7 نوفمبر عام 1960 بولاية مستغان، حائز على شهادة ليسانس في الحقوق من كلية الحقوق في بن عكنون بالجزائر العاصمة، وأيضا على شهادة من المدرسة العليا للضرائب بفرنسا في كليرمون فيرون، طبعا هذه المدرسة المختصة في الضرائب. ثم تولى العديد من الوظائف هنا في الجزائر خصوصا في قطاع الضرائب، وأيضا اشتغل كمندوب في صندوق النقد الدولي، ثم اشتغل هنا في الجزائر في مناصب في قطاع الضرائب وفي وزارة المالية كمسؤول عن التوثيق في الوزارة، ثم عين محافظا لبنك الجزائر في نوفمبر عام 2019 إلى أن جاء جوان 2020 ليعين وزيرا للمالية في حكومة عبد العزيز جراد. واليوم 30 جوان 2021 يعين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أولا. طبعا الرئيس تبون في هذه المشاهد التي نعرضها الآن لدى استقباله للوزير الأول الجديد المعين أيمن بن عبد الرحمن أعطاه ربما العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، أو ما هو منتظر من هذه المرحلة المقبلة. قال الرئيس تبون: ما هو قادم مستقبلا سيكون اقتصاديا واجتماعيا. خاطبه مباشرة بالقول: أنت على دراية بالملفات الاقتصادية والمالية، وتمنى له التوفيق في مهامه كوزير أول كما وفق في مهامه كوزير للمالية. وهذه الصور كما نشاهد هي لتسلم واستلام المهام بين الوزيرين الأولين عبد العزيز جراد السابق وأيمن بن عبد الرحمن الجديد، طبعا كما نشاهد في هذه الصور. وتمت يعني عملية التسليم والاستلام للمهام. طبعا ستكون هناك أسئلة دستورية، أسئلة سياسية، وأيضا أسئلة اقتصادية نتحدث عن هذا الوجه، وجه أيمن بن عبد الرحمن وزيرا للمالية. الخط أو الإطار الأساسي الذي رسمه الرئيس لما خطبه بأن الوضع ما هو قادم مستقبلا سيكون أولوية اقتصادية واجتماعية، كما نناقش أيضا نقاطا أخرى. طبعا أسعد بأن يكون معي في بداية هذه الحصة الدكتور عبد الحفيظ بكيس، أستاذ الحقوق بجامعة سطيف. أهلا بك دكتور. أهلا أستاذ علي ولكل المشاهدين الأكارم. أهلا دكتور. إذن تعليقك العام على ما شهدناه اليوم، تعيين الوزير الأول وتمت اليوم مراسيم التسلم والاستلام. سؤال ربما يطرح: باقي يعني عناصر حكومة عبد العزيز جراد، ما مصيرها الآن يعني قانونيا ودستوريا؟ تبقى تصريف أعمال؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل المشاهدين ولك أخي علي على هذه الاستضافة. بالنسبة لحكومة الحكومة السابقة حكومة عبد العزيز جراد، الملاحظ أنه الآن هي حكومة تصريف أعمال، بمعنى أنه تبقى تشكيلة الحكومة كما هي إلى غاية انتخاب أو عفوا إلى غاية تعيين حكومة جديدة التي يعينها السيد رئيس الجمهورية بناء على اقتراحات أو مقترحات الوزير الأول المكلف اليوم. يبقى فقط الوزير الأول هو الذي انتهت مهامه بموجب تسليم المهام الذي حدث قبل ساعات قليلة جدا من تكليف السيد رئيس الجمهورية للوزير الأول الجديد أيمن بن عبد الرحمن. بقية عناصر الحكومة كل تبقى كما هي كحكومة تصريف أعمال إلى غاية
تعيين الحكومة القادمة إن شاء الله، والتي سيعينها رئيس الجمهورية في الأيام القليلة القادمة. إيه طبعاً، كما نفهم يعني أنه عبد العزيز جراد يعني رسمياً يعني غادر يعني مكتبه ومنصبه كوزير أول، وتم تسلم الاستلام. الآن الوزير الأول الجديد هو من يتولى تسيير هذه الحكومة في انتظار أن يتم تأليف الحكومة المقبلة. طبعا هذا هو المشهد. إذا الرئيس تبون يعني كلف أيضا أيمن بن عبد الرحمن بمواصلة المشاورات لتشكيل الحكومة. طبعا الرئيس تبون كان قد التقى بأطراف سياسية ممثلة في البرلمان من أحزاب سياسية وكتلة الأحرار، وبقيت أطراف أخرى ربما الأحزاب اللي عندها تمثيل أقل، كل حزب أو كل قائمة عندها 3 مقاعد وما دون ذلك. الآن أعطاه التكليف، هل ترى أنه ربما الخطوط العريضة قد تم تحديدها، بقيت آخر الرتوشات الآن يتولاها الوزير الأول؟ أكيد أكيد. الآن أخي علي نقدر نقول أن الحكومة أنجزت، إن لم تكن معناها منتهية صح التعبير. علاه؟ لأنه بعد سلسلة لقاءات المشاورات التي قادها السيد رئيس الجمهورية على أساس أنه أن البرلمان ذو أغلبية رئاسية، بمعنى أن لا حزب سياسي أو تشكيل سياسي يحوز الأغلبية، خاصة في ظل درء التحالفات وعدم وجودها. الآن نكون أمام وضعية نص عليها الدستور في المادة 103 منه وما يليه، في أنه إذا كان لم تكن هناك أغلبية رئاسية يتولى أو يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا الذي يتولى تعيين الحكومة بالتشاور مع الرئيس. الآن الرئيس إن صح التعبير قاد بنفسه عملية المشاورات في البداية من أجل تكريس نوع من المصداقية على الحكومة القادمة، من أجل تكريس نوع من نوعا ما الثقل السياسي والثقل القانوني والثقل المؤسساتي على الحكومة القادمة. الآن بعد استكمال المشاورات مع الأحزاب الأساسية يعني المكونة لحوالي 90% من تشكيلة البرلمان، نقدر نقول أن الحكومة إن صح التعبير بدأت تكتمل. بقي فقط عفوا ربما بعض الوزارات التي يمكن أن تشترك فيها أو تشرك فيها بعض الأحزاب السياسية الصغيرة التي حصلت على مقعد أو مقعدين، وفي غالب الأحيان بعض الكفاءات الوطنية التي ربما يمكن الاستعانة بها خارج الإطار الحزبي أو خارج إطار التشكيلات البرلمانية. أضف إلى ذلك أن الرئيس أو أن عفوا الوزير الأول سيبقى على اتصال دائم مع الرئيس من أجل ضبط الوزارات السيادية، وهي الوزارات التي لها تأثير بالغ جدا في هذه. دكتور بكيز، من خلال توقعاتك ربما الآن واليوم أيضا بناء على تعيين أيمن بن عبد الرحمن الذي كان وزيرا للمالية في حكومة عبد العزيز جراد، هل ربما هذا يرجح أكثر أنه في سيناريو أنه بعض الوجوه أو بعض الوزراء سيحتفظون بحقائبهم في الحكومة المقبلة؟ نعم نعم، ربما هذا وارد جدا، أنه بعض الوزراء خاصة، وأنا أرجح الوزارات السيادية كوزارة الخارجية، وزارة العدل، ربما الداخلية على أكثر تقدير، هذه وزارات سيادية والتي سيقوم السيد رئيس الجمهورية باختيار من سيقومون بهذه الحقائب أو من سيتولون هذه الحقائب، أكيد بعد استشارة الوزير الأول، وبالتالي سنكون أمام نوعا ما تثبيت لبعض الوجوه القديمة التي ربما أثبتت نوع من الكفاءة أو نوع من التوازن في المرحلة السابقة، خاصة قلت وزارتين أساسيتين بحد كبير لهما وزارة الخارجية وصبري بقادوم الوزير ووزير العدل الذي أرجح أنهم سيبقون في وزاراتهم، بدرجة أقل وزير الداخلية. باقي الوزارات أعتقد أنها ستكون مناصفة ما بين جميع الأحزاب التي رغبت في المشاركة باستثناء حركة حمص التي أعلنت أمس عدم مشاركتها في الحكومة. باقي التشكيلات السياسية ربما سيستعان أيضا ببعض الكفاءات الوطنية الموجودة هنا وهناك. طبعا ربما من حيث شخصية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن دكتور عبد الحفيظ بكيس، أنه تكنوقراطي غير متحزب،
البعض ربما في الأيام الماضية كان يطرح أسماء من هنا وهناك من أطراف حزبية وسياسية من هنا وهناك. الآن الرئيس تبون يعني يكلف أيمن بن عبد الرحمن وزيرا سابقا في حكومة دراد وتكنوقراطيا غير متحزب. الرسالة هنا. شوف أخي، هو واقعيا يجب أن يكون وزير الأول شخصية تكنوقراطية. علاش؟ لأنه هنا نتحدث الآن دستوريا عن أغلبية رئاسية، معناها ليست مشكلة لطيف سياسي معين، لأنه من غير المعقول أن يختار وزير أول من طيف سياسي سواء حاز أو لم يحز على عدد من المقاعد في البرلمان، وبالتالي نكون هنا أمام إشكالية شخص متحزب. معناها إلى أي طرف يحسب هذا الشخص؟ ما هي انتماءاته السياسية وما هي انتماءاته الإيديولوجية نوعا ما أو توجهاته السياسية؟ لذلك كان وجود شخصية تكنوقراط هو الأرجح وهو الأصوب. أنا قبل يومين كنت ضيفكم في قناة البلاد الأستاذ علي، وقلت بصريح العبارة أنا لا أتفاجأ بأنه هناك وجوه ستكون قديمة نوعا ما وسيتجدد بها العهد. هذا ما كنت أقصده، كنت أقصد أنه ربما سيكون هناك شخص من الحكومة السابقة سيتولى هذه الحقيبة، حقيبة الوزير الأول، وسيقود ربما الحكومة نحو مزيد من العطاء السياسي والذي يجسد نوعا ما فكرتين أو منحيين أساسيين. المنحى الأول هو أن هذا الشخص أعلم بخبايا الوزارة، معناه كان خلال الفترة السابقة في وزارة نوعا ما سيادية أو وزارة كبيرة وحساسة كثير المالية، ربما العصب الأساسي هي المالية، الأمور الأساسية في الدولة من مدخلات ومخرجات ولها تأثير بالغ خاصة على الجانب الاقتصادي، وهذا الشيء اللي ركز عليه الرئيس. وثانيا أن الوزير ما دام شخصية تكنوقراطية سيسعى إلى تطبيق برنامج السيد الرئيس، وهذا ما يتيح له العمل بأريحية بشكل كبير جدا. طبعا دكتور بكيس ربما سنواصل معك، لكن بعد قليل سينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إسماعيل دبش أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. نتمنى إن شاء الله زملاء يربطونا بالدكتور إسماعيل دبش حتى نسأله أيضا من منظوره كأستاذ العلوم السياسية حول رؤيته لاختيار شخصية أيمن بن عبد الرحمن، وربما ماذا تحتاجه الجزائر بالضبط خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن رئيس الجمهورية قد حدد عنوانا رئيسيا، قال بوضوح المرحلة المقبلة ستكون أو ما هو قادم مستقبلا سيكون اقتصاديا واجتماعيا، ما هي أهم الملفات التي تنتظر هذه الحكومة والوزير الأول الجديد طبعا، وهو ليس جديدا من حيث الطاقم الوزاري الذي اشتغل مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. طبعا سنقرأ يعني المنطق الذي جاء به الوزير الأول الجديد وكيف تم تعيينه، وما هي ربما أهم الاستشرافات أو القراءات حول الواقع والمنهجية التسيير خلال المرحلة المقبلة، خصوصا ونحن في أزمات اقتصادية لا تشهدها الجزائر فقط بل العالم كله جراء فيروس كورونا. الكثير من الملفات ذات البعد الاقتصادي وذات البعد التنموي وما يتعلق بحياة المواطنين، ملفات كثيرة تنتظر هذه الحكومة وتنتظر أن تجد الحلول وتنتظر أن تجد الإجابات من هذه الحكومة الجديدة ومن هذا الطاقم الوزاري طبعا، الذي كما شاهدنا اليوم وكما استمعنا إلى الرئيس تبون وهو يتوجه إلى الوزير الأول المعين اليوم، والذي تسلم بسرعة مهامه كما نشاهد في هذه الصور من الوزير الأول السابق. الآن لا نقول أنه وزير أول لتصريف الأعمال بل هو وزير أول سابق حاليا كما نشاهد في هذه الصور، وهما يتنقلان من بهوي رئاسة أو مقر الوزارة الأولى، وكما جرت الإجراءات البروتوكولية، وزير يودع
المبنى ويودع هذا المكتب، ووزير آخر يستلم مهامه في انتظار أن تبدأ وأن تعين الحكومة وأن تعلن الأسماء بطبيعة الحال، ثم بعد ذلك تبدأ المهمة ويبدأ العمل الوزاري وتبدأ هذه الحكومة في ممارسة مهامها. طبعا معنا الدكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. دكتور دبش مساء الخير. أهلا أستاذ، وش رأيك؟ مرحبا بك دكتور دبش. وي أهلا دكتور. ألو نعم. طبعا سيكون معنا طبعا بعد قليل الدكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. طبعا سنطرح أسئلة في الجانب السياسي. دكتور دبش تسمعني؟ دكتور إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. طبعا الإطار السياسي مهم جدا، ونسألك أيضا حول استشرافاتك للطاقم الحكومي بناء على شخصية الوزير الأول وبناء على ما طرحه رئيس الجمهورية من خط أساسي، العامل الاجتماعي والعامل الاقتصادي. دكتور دبش هل أنت معنا؟ نعم. أهلين، مساء الخير دكتور. أولا، ثانيا، اليوم قراءتك في تعيين أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أولا. أولا دستوريا طبعا من صلاحية رئيس الجمهورية الوزير الأول، لأننا لسنا أمام أغلبية حزبية أو أغلبية برلمانية، هذا المبدأ الأول. وبالتالي المبدأ الثاني أن 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 يتغلب عليه الطابع الحياد السياسي أكثر من التكنوقراط، أكثر من أنه ينتمي إلى حزب ما. يعني التكنوقراطي. ثالثا انه يتميز بالجانب انه اقتصادي، معناها كل تكوينه العلمي وتجاربه كلها لها علاقه بالاقتصاد والماليه، معناه ان الرئيس له منظور للوضع الاقتصادي في البلاد، وبالتالي يريد ان اتى بشخص الذي له تجربه في الجانب المالي وفي الجانب الاقتصادي لإدارة هذا الملف. كما نعرف أن رئيس الجمهورية شخصيا في حد ذاته له تكوين اقتصادي، وبالتالي يعرف ماذا يجب أن يكون، وبالتالي يكون هناك تكامل أو تجاوب بين الوزير الأول ورئيس الجمهورية من منطلق اقتصادي. دكتور نعم تفضل تفضل. كما تعرف أنه له تجربة، أنه كان في صندوق النقد الدولي، مدير الضرائب، وتحصل حتى على شهادة لها علاقة من المدرسة العليا للضرائب في فرنسا. رغم أن تكوينه الجامعي هو حقوق، ولكنه كان في المدرسة العليا للضرائب بفرنسا ومارس مدير التجارب. إذن له عدة ربما ممارسات تؤهله لربما لإدارة وضع اقتصادي، وبالتالي التشكيلة أو سلوكه في الحكومة سوف يتركز على الجانب الاقتصادي والجانب المالي. واعتقادي أن رئيس الجمهورية هذه المرة يريد أن يكون هذا هو الهدف الأساسي، خاصة وأنه مقبل على ميزانية 2020، و 2022 تختلف عن كل الميزانيات التي مرت بها الجزائر قبل منذ. طبعا دكتور، أثار جائحة كورونا لا أحد يعني يمكن أن يتجاهلها، تسيير مرحلة ما بعد كورونا، تسيير مرحلة ما بعد التعافي. كان جايك الأزمات الاقتصادية. يعني أولا مرحلة ما بعد الكورونا تتزامن مع الأزمة المالية التي لا تعاني منها الجزائر فقط، كل الدول البترولية بصفة عامة، وبالتالي أن معالجتها سوف تكون لها إدارة في ترشيد الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد المحلي، ولا يبقى يتركز فقط على الموارد. واعتقادي أن من أهم الملفات التي يجب أن تديرها الجزائر هي القطاعات الاقتصادية أخرى خارج المحروقات، واعتقادي أن ميزانية 2022 سوف تتركز على هذا التوجه الاقتصادي في السنة المقبلة. الجانب الآخر ربما كذلك أن العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الاقتصادية بين الأوروبيين والدول الأخرى سوف لن تكون لها الثقل الأساسي على النمط السابق. كما تعرف أن رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة أكد أنه لن يسمح مرة أخرى بأن الثقل الأوروبي يكون له الأساس في العلاقة في الاتفاقية الأوروبية الجزائرية،
واعتقادي ان الوزير الماليه الان اللي هو الوزير الماليه السابق وزير الاول الحالي انه له ربما القدره في الاطلاع على هذا الملف، لانه لابد لنا بان كل ما يكون الثقل للجزائر في علاقاتها الاقتصاديه والتجاريه كل ما الازمه الاقتصاديه نقاط مهمه. دكتور دبش اسمح لي فقط، لكن اسمح لي فقط روحوا الفاصل ثم نواصل معك دكتور اسماعيل دبش والدكتور عبد الحفيظ بكيس، وسينضم الينا ايضا عبر الهاتف الدكتور احمد سوهليه استاذ الاقتصاد، ما دام انه العنوان الاساسي مثل ما اعلنه الرئيس هو اجتماعي واقتصادي. فاصل ثم نواصل مشاهدينا.